السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر رضا البيومي من قناه انجليز اونلاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الثاني الاعدادي في فيديو النهارده باذن الله هحل معاك اسئله الدرس الاول والثاني من الكتاب المعاصر نسخه 2025، ودي النسخه اللي انت هتلاقيها معاك بالظبط، نسخه الترم الاول. والكلام ده هنحله من اول بيج 14، اللي هنحله يعني الصفحات اللي هنحلها من اول 14 الى 27 الى 27. هنحل كل الاسئله الموجوده في الدرس الاول والثاني. طبعا لو محتاج باقي حل الدروس انزل في اول تعليق اسال الفيديو، هتلاقيني سايب لك قائمه تشغيل عليها حل الدروس ان شاء الله، وهتلاقي عليها حل الدروس بالترتيب. وما تنساش كده قبل ما نبدا الحل تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس. اول سؤال معانا كده بيقول لي احمد اند علاء، وتنفع طبعا ايه علاء، يعني احمد اند علاء ار اكزاكتلي ذا سيم. This means that they are، ده معناهم ان هم ايه، يبقى هم بيقول لي هم نفس بعض بالظبط، وبالتالي ذا سيم دي بتساوي حاجه اسمها ايه، identical. Identical يعني متطابق، نفس المعنى. عادل didn't come to work early، يعني عادل ما جاش للشغل بدري. He came، اتى، يبقى ما جاش بدري يبقى هو اتى متاخر، ومتاخر يعني late. It's necessary to clean your teeth every day، من الضروري ان انت تنظف سنانك كل يوم. This means it's، ده معناه ان هو ايه، ان ده حاجه مهمه، ومهم يعني important. The antonym of begin is، مضاد وعكس كلمة يبدأ عكسها ينهي، وينهي يعني finish. I go to school every day، بذهب المدرسة كل يوم. This means I go to school، ده معناه ان انا بذهب المدرسة بشكل يومي، لان every day بتساوي daily. هنحل دلوقتي الاسئله الخاصه بالكلمات او اللي جايه على الكلمات ودروس القراءه والاستماع، اللي هو من اول بيج 18 صفحه 18. اول سؤال بقى معانا وركز معايا كده، بيقول لي هنا many people in the city live in a، يعني ناس كتير قوي في المدينه بيعيشوا فين. of flats، ايه التكمله بتاعت of flats اللي عندنا في الكلمات، ومعناها عماره سكنيه. برافو عليك، اللي هي block، يبقى كلها عباره عن block of flats معناها عماره سكنيه. come and sit on this comfortable، يعني بقول لك تعالى واجلس على الكومفورتبل ايه، فور بيبل كان سيت اون ات، اربع اشخاص يقدروا يقعدوا عليها. يبقى ايه الحاجه اللي الناس اربعه يقعدوا عليها ومريحه، هي السوفا الكنبه. I always my friends I don't phone them، مش بتصل عليهم خالص. امال انت دايما بتعمل ايه مع اصدقائك؟ برسلهم، ببعت لهم رسائل، ويبعت او يرسل رساله نصيه يعني تكست. حسن has a run، حسن لديه ايه بقى، today with the manager of the new job، يعني عنده ايه، مع المدير للحصول على الوظيفه الجديده، يبقى عنده مقابله، والمقابله دي اسمها interview. الكلمه دي اللي هي interview دي بتبقى معظم الجمل بتاعتها تلاقي فيها كلمه ايه، job. number 5 my mom always، ام دائما، my breakfast، الفعل اللي بيجي مع كلمه ايه، breakfast، بمعنى يعد او يجهز، هو الverb make، يبقى هنا هستخدم ايه، makes. واحد يقول لي هو ليه حاطط اس هنا لميك، ما قالهاش ميك وخلاص ليه؟ اقول لك عشان الفاعل بتاع الجمله هنا مفرد، فبنحط للفعل ايه، اس. شي doesn't like football، هي ما بتحبش كره القدم. شي وبعد كده التنس، يبقى ما بتحبش كره القدم، يبقى هي بتفضل التنس، ويفضل يعني prefers. drawing and writing short stories، يعني الرسم، وبقول لك هنا رسم وكتابه القصص القصيره، are my favorite، يبقى ديت عباره عن ايه، عباره عن اهتماماتي، واهتماماتي يعني interests، لكن مش subjects يا ولاد. subjects دي معناها مواد دراسيه، ده لما يجي مثلا يقول لك ايه، وليكن مثلا math and science اللي هو الرياضه والعلوم، في الحاله دي كنا نستخدم ايه، subjects. لكن هنا بيقول لي بقى في number 8 بيقول لي can you my mother for me because my phone isn't working، ده لما بتيجي تقول لواحد ايه، ممكن تراسل امي عشان الموبايل بتاعي لا يعمل، عطلان، بايظ، يبقى isn't working، فبالتالي يراسل يعني ايه، يراسل او يبعت رساله نصيه يعني تكست. is the opposite of the word end، مضاد وعكس كلمه end، end لوحدها معناه ينهي او ينتهي مش كده، طيب عكسها ايه، يبدا، ويبدا يعني يعني begin، طبعا begin او start، هو يجيب له واحدة بس من الاثنين. A
الصفحة اللي بعدها number 10 بيقول لي my daily A is the same every school day. يبقى بنقولها برافو عليك, بنقولها my daily routine, الروتين اليومي بتاعي أو العمل المتكرر هو نفس الروتين بتاع كل يوم دراسي. الأخبار is a newspaper, ونيوزبيبر يعني جريدة. We can buy it every day, بنقدر نشتريها كل يوم. يبقى معنى كده دي جريدة إيه؟ جريدة يومية, لأن بنقدر نشتريها كل يوم, ويومي يعني daily. Much time with my family is my best hobby, هو هوايتي المفضلة. يبقى عاوز يقول لي قضاء الكثير من الوقت مع عيلتي ده هوايتي المفضلة. وقضاء يعني ايه؟ يعني spending. قلنا الفعل spend معناه يقضي بمعنى لما بتيجي مع الوقت, ومعنى ينفق لما بيجي مع الفلوس. الأسئلة بقى اللي بعد كده خاصة بالdefinitions التعريفات. وهنا 13 بيقول لي is the fixed and usual way of doing things. وفيكست معناها ثابت, حاجة مش متغيرة, وده معتاد. فبقول لك الطريقة المعتادة والثابتة لفعل الأشياء هي دي بنسميها الروتين اللي هو العمل المتكرر. Our N is a formal meeting in which someone asks you, هي مقابلة رسمية واللي فيها شخص ما بيسألك ايه questions about yourself and your family, عن نفسك وعن حياتك. يبقى دي المقابلة الشخصية اللي احنا نقول عليها interview. 15 he couldn't finish his work, هو ما قدرش يخلص الشغل بتاعه. he looks ايه بقى, looks worried. we worried معناها ايه, قلق, باين عليه او يبدو الان. يبقى هو ما عرفش يخلص الشغل بتاعه لهذا السبب, يبدو عليه القلق, ولهذا السبب يعني that's why. What sports does he like to? بقولك ايه الرياضات اللي هو بيحب ايه, عاوز يقولك يحب يمارسها regularly, يعني بشكل غير منتظم او بانتظام. ولكن هنا الفيرب اللي هو خاص بكلمة sports اللي معناه هنا بمعنى يؤدي رياضة او يمارس رياضة هو الفيرب do. يبقى do بتيجي مع sports. هنحل بقى دلوقتي الاسئلة الخاصة بالجرامر, والكلام ده موجود معنا في page 24-24. فهات يلا كده بسرعة وراجع اجابتك معايا لو انت حالي الاسئلة. هنبدأ كده الاول بالاسئلة الخاصة بالكتاب المدرسي, ودي مهمة جدا جدا. اول حاجة هنا بقول لي on Saturdays في ايام السبت من كل اسبوع I always up at 11 o'clock. يبقى بقول لك انا في ايام السبت, ودي بالنسبة لي عادة, انا دايما بستيقظ الساعة 11 بالظبط. يبقى بالتالي هنا استخدم ايه, استخدم get. طبعا هنا حددت زمن الجملة ان هي مضارع بسيط, وفي المضارع البسيط يا شطار يا اما بتاخد الفعل المضاف له s او الفعل اللي في المصدر, ولكن هنا I طبعا عارفين بيجي بعدها المصدر. مريم often TV in bed. يبقى هنا مريم دي مفرد مش كده, والمفرد في المضارع البسيط بيجي بعده الفعل المضاف له ايه, s او s او is. يبقى استخدم watches, يبقى هي غالبا بتشاهد التلفاز في السرير. يبقى in bed, لكن السوفا كان بيجي معاه ايه, on the sofa, وهنا in bed. نمبر 3 بيقول I, وبعد كده my homework before I have my dinner. لو خدت بالك برضو ده مضارع بسيط اهوت, يعني بيقول لك على حاجه هو متعود يعملها وده روتين بالنسبه له. فبالتالي هنا عاوز يقول انا عاده بعمل وجبي قبل ما بتناول العشاء. ولكن تعالى كده لمكان ظرف التكرار اللي هو usually و always و الكلام ده. ظروف التكرار لها مكانين في الجمله, بتيجي قبل الفعل الاساسي وبعد verb to be. طيب اختار ازاي برضو؟ تعالى كده بس نبص الاول على I. هي I بيجي بعدها الفعل في المصدر ولا مضاف له s؟ في المصدر صح؟ يبقى انا هشيل ديت عشان does هنا فيها es, واشيل دي برضه عشان في هنا ايه does. يبقى انا هركز على اللي فيها do بس اللي جايه في المصدر. وظرف التكرار قلنا بيجي قبل الفعل, يبقى انا اختار اللي جاي قبل الفعل دي اللي هي I usually do. طيب you live in a block of flats, يعني بقول لك تعيش في عماره سكنيه or somewhere else, ولا مكان اخر. يبقى عاوز اقول له هل انت بتعيش في عماره سكنيه؟ يبقى بالتالي هقول له ايه, do you live. اما هنا بيقول لي the sun in the او in the east, بقى in the east اللي هو في الشرق. يبقى عاوز اقول لي ان الشمس بتشرق في الشرق, مش ديت ايه, دي فاكت, دي حقيقه. والحقيقه لما بتوصفها بالمضارع البسيط برضو يبقى يا مصدر يا عليه اس, ولكن عشان الفعل مفرد يبقى ياخد الفعل المضاف له اس, وكلمه rises معناها تشرق. نمبر 6 هنا بيقول لي هي وبعد كده a sports car, سياره رياضيه. ركز معايا كده الاول, هنا لما تيجي تبص على هي ما بيجيش معاه don't خالص, يبقى شيلها دي, يعني هي بتيجي معاه doesn't مش كده. طيب هي aren't برضو, هي ما بتاخدش aren't خالص, يبقى شيلها برضو كده. مبقى لي اللي هي drives never و never drives.
اتفقنا من شويه ان ظرف التكرار اللي هو زي نيفر والويز ويوجوالي بتيجي قبل الفعل الاساسي. قبل الفعل يبقى اختار دي كده، اقول هي نيفر درايفز ا سبورتس كار. هاو اوفن دو يو بعد كده دينر، قال لي وانس ا ويك، مره في الاسبوع. يبقى انا عاوز اقول له كم مره بتجهز فيها العشاء. طيب خدت بالك من وجود ايه؟ ده في دو في السؤال، والسؤال لما يبقى في دو او داز بيجي معاه الفعل في المصدر. بيجي معاه الفعل في المصدر يبقى استخدم هنا ايه؟ ميك. 8 ready for the exam. خد بالك كده ان ready ديت صفه بمعنى مستعد وجاهز، فقال لك ايه؟ yes I am. لما يكون اصلا الاجابه فيها I am تعرف على طول ان دي اصلا كانت تحويله are you. يبقى السؤال اللي بيكون بادئ ب are you بتتحول في الاجابه الى I am. يبقى انا هنا بقول له ايه؟ are you ready؟ واحد قال له طب ليه يا مستر ما اقولش do you ready؟ هقول لك لان do عشان استخدمها لازم ready دي تكون فعل في المصدر. لكن الصفة بتيجي مع am و is و are، بتيجي مع verb to be مش مع do و does. She وبعد كده speaks English well، تتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد. She needs more practice، هي محتاجة تدريب أكتر. يبقى هي محتاجة تدريب أكتر، يبقى كده مش بتتكلم إنجليزي بشكل كويس، مش كده؟ يبقى هو عاوزني أنفي الجملة. طيب she بتاخد don't؟ لا. طب استخدم didn't؟ أنا ما بحكيش في الماضي، تمام؟ وكمان didn't ما تنفعش، هقول لك ليه. طبعا احنا عارفين don't و doesn't و didn't التلاتة بيجي معهم من مصدر الفعل او بيجي بعدهم المصدر. هل ده مصدر ده؟ لا. يبقى التلات كلمات ما ينفعوش. يبقى احنا هنا هننفي بكلمة مين؟ never. هي never ممكن انفي بها الجملة؟ طبعا ممكن تنفي بنيفر مكان don't و doesn't، ولكن never ممكن يجي بعدها الفعل في اس او الفعل في المصدر حسب الفعل اللي جاي في اول الجملة. طيب how do you وبعد كده go to school؟ قال لك 5 times a week، خمس مرات في الاسبوع. يبقى انت هنا طالما في عدد مرات في الاجابه انت بتساله عن عدد المرات، وعدد المرات بتساله ب how often، كم مره تذهب فيها للمدرسه. السؤال اللي بعد كده ده سؤال التصويب، وهنا في نمبر 1 بيقول لي my dad and I يعني والدي وانا play sometimes chess. لا احنا اتفقنا ظرف التكرار اللي هو زي sometimes بيجي قبل الفعل مش بعده. يبقى احنا هنا كل اللي هنعمله ان احنا هنبدلهم فنقولها sometimes play، احيانا بنلعب. اللي بعد كده بقول لي حمدي وبعد كده not drink. خد بالك كده لما بجيب لك not قبل فعل يعني بقول لك انفي للفعل drink، فترى بقى تنفي بقى ب isn't ولا ب aren't ولا مثلا ب don't ولا doesn't وهكذا. يعني coffee for breakfast ده انا بتكلم على عاده خاصه بالواد ايه؟ حمدي. ده ان حمدي مش بيشرب قهوه على الفطار، يبقى هنفي بدونت او دازنت، ولكن حمدي مفرد فيتنفي بدازنت درينك، لا يشرب. اللي بعد كده اولاد في نمبر 3 بيقول هنا never tell the truth. تفتكر انا هقول للواحد ابدا لا تقول الحقيقه؟ لان اصلا كلمه ايه؟ truth معناها الحقيقه، فبالتالي ما ينفعش استخدم هنا never. ده انا عاوز اديله هنا تعليمات وتوجيهات وامر، بس بعمل فيه بشكل دايما، دايما بقول له ايه؟ دايما قول الحقيقه. طب دايما يعني ايه؟ برافو عليك، يعني always. what وجاب هنا you do to have fun. لا ده كده ناقص حاجه في السؤال، لان السؤال بيجي بعد what فعل مساعد مش كده؟ والفعل المساعد هنا المناسب ليو هو do، فاحنا بنقولها ايه؟ what do you، وبعد كده الفعل الاساسي اللي هو do. يبقى السؤال هيبقى what do you do يعني ماذا انت تفعل؟ to have fun لكي تمرح. علي never وجاب هنا come. طبعا علي ده مفرد يعني زيه زي هي كده، وبالتالي بيجي معاه الفعل مضاف له s فاقولها comes. come زي late school بيجي متاخر للمدرسه. نمبر 6 بيقول لي محادثه بين A و B، فهنا B رد قال لي باي بس بالاتوبيس، وطالما في هنا باي ووسيله مواصلات يبقى السؤال بادئ بيه يا شطار، بادئ بهاو، هاو اللي بتسال عن الكيفيه. هاو داز يوسف جو سكول، كيف يذهب يوسف للمدرسه. هاو اوفن اللي بتسال عن عدد المرات، وجاب هنا وليد فيزيت هيز انكل. طبعا هاو اوفن بيجي بعدها الفعل مساعد دو او داز، وهنا استخدم داز عشان وليد ايه؟ مفرد. يبقى احنا هنحط ايه؟ داز اهوت، وبعد كده الفعل اللي هو وليد، وبعد كده الفعل الاساسي اللي هو مين؟ visit. فيبقى كده السؤال ايه؟ how often does Waleed visit his uncle؟ كم مره بيزور فيها عمه؟ 8
سلمى بلاي تنس، وده سؤال خد بالك يعني لسه السؤال ناقصه حاجه في الاول قبل سلمى. قال لي نو شي دازنت. السؤال ايه الاجابه بتاعته فيها دازنت؟ يبقى السؤال بادئ بايه؟ بادئ بداز. يبقى السؤال هيبقى عباره عن ايه؟ داز وبعدين سلمى وبعد كده ايه؟ بلاي. فيبقى السؤال كده داز سلمى بلاي تنس؟ قال لي ايه؟ نو شي دازنت. هات لي بقى كده بيج 25 اللي هي صفحه 25 موجوده عندك، بتبقى مقلوبه شويه كده، فاعدل كتابك كده يلا وركز معايا عشان فيها تو دايلوجز مهمين جدا. هنشوف كده الدايلوج معانا الاولاني ده اللي جاي في محافظه اسيوط السنه اللي فاتت. سؤال مهم. منى از اسكين دينا اباوت هير دايلي روتين، بتسالها عن الروتين والعمل المتكرر بتاعها بتاع كل يوم ده. فبتقول لها في الاول كده كان اي اسك يو سام كويستشنز، ممكن اسالك بعض الاسئله؟ فردت دينا اكيد لما حد يقول لك كده تقول له ايه الرد اللي احنا متعودين عليه؟ تقول له يس اوف كورس او يس يو كان. وواحد ممكن يقول له وانا ممكن ارد بكلمه شور فقط، اقول له اه صح برضه، يعني ممكن ارد بكلمه واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي شور. طيب بعد كده بيقول لي هنا او هتسال هنا منى سؤال، قالت لها I usually get up at 6:30 a.m. انا بصحى عاده كده الساعه 6:30 صباحا. يبقى تقول لها متى تستيقظي؟ ولما تيجي تسال واحد عن امتى بيستيقظ، يا اما تبدا ب when كده السؤال، يا اما البديل بتاع when اللي هو what time. يبقى اللي يريحك هتسال ب what time صح، تسال ب when صح. طيب what time ايه بقى؟ do you usually get up. يبقى what time do you usually get up. بعد كده قالت لها هنا منى سؤال، قالت لها I live with my family، انا عايشه مع عيلتي. يبقى عاوزه تقول لها مع من تعيشين، انت عايشه مع مين؟ يبقى تسال هنا وتقول لها who do you، لما تيجي تقول لواحد السؤال ده بتقول له who do you live with، مع من تعيش. do you listen to music، هل انت بتستمع للموسيقى؟ خلينا مثلا نقول هنا ايه يس يس اي دو. ما بتسمعش؟ قول نو اي دونت. هاو اوفن دو يو لسن تو ميوزك، بس هنا يا اولاد بقى لازم الاجابه تبقى بيس. ليه؟ لان بعد كده سالتها بتقول لك كم مره بتستمع فيها للموسيقى، يبقى هنا لو جاوبت بنو هتبقى غلط، يبقى لازم نجاوب بيس احنا مجاوبين كده. طيب بتقول لها بقى كم مره بتستمع فيها للموسيقى، فممكن تقول لها مثلا ايه، طبعا في اجابات كتير، ممكن اقول ايه اي لسن تو ميوزك every day، بسمعها كل يوم. واحد ممكن يشيل every day ويقول لك ايه I listen to music once a day مره في اليوم. او لو اتشيل every day ممكن اقول اهوت once a day، ولكن خلينا في every day افضل. اللي بعد كده هنا حمزه asks امير about his best friend، يعني حمزه بيسال امير عن صديقه المقرب والمفضل. شايف انت اللي هم التو باراجرافس دول اهم باراجرافين موجودين في الوحده او الدرس الاول والثاني تحديدا، اللي هو يور ديلي روتين. ده مهم جدا لازم تبقى مذاكره كويس، وان انت تكتب عن صديقك المفضل، وده كان عندنا السنه اللي فاتت ومهم جدا على فكره. هنا بقول له هو از يور بيست فريند امير، مين صديقك المفضل يا امير؟ فممكن مثلا تقول اسم اي حد وليكن مثلا، بس هنا خد بالك بيقول له ايه واتس عزيز. يبقى صديقه المفضل طلع مين؟ عزيز. يبقى يقول له ايه او عزيز يعني is my best friend. هو في طريقة تانية؟ في طريقة تانية، انت ممكن تقول ايه my best friend is عزيز. طيب نشوف كده number two، هيسأل السؤال التاني قال له ايه there are four people in his family، في اربع اشخاص في عيلته. يبقى هيسال هنا عن عدد الاشخاص الموجودين في عيلته. يبقى يقول له ايه لما تسال عن عدد شيء بتقول هاو ميني، وكم عدد الافراد هاو ميني بيبل ار ذير، الموجودين ان، لو انت بتسال اللي واقف قدامك تقول له ان يور فاميلي، طب في عيلته هو عيله عزيز، يبقى هنشيل يور ونحط ايه هيز فاميلي، عيلته هو. طب لو بنت هنشيل هيز ونحط ايه هير.
What's Aziz's favorite subject؟ يعني ايه المادة المفضلة بالنسبة لعزيز يعني؟ فالمادة المفضلة بالنسبة له مثلا هو مش ذاكر له اي حاجة معينة، فانت ممكن نقول مثلا ايه الانجليش الانجليزي. يبقى ممكن بص الاجابة تبقى بدأ بايه his favorite subject. مادته المفضلة is، وحط يا سيدي بقى اي مادة زي مثلا ايه انجليش. بعد كده هنا في نمبر 4 بيسأل السؤال الثاني، قال له he likes to do sport in his free time، هو بيحب يعمل او بيمارس رياضة في وقت فراغه، يبقى ماذا يحب ان يفعل في وقت فراغه؟ مش كده؟ يبقى what does he، اصلا انا بسأل على مين؟ على عزيز. يبقى what does he like to do، ماذا هو يحب ان يفعل in his free time، في وقت فراغه. وفي الاخر بيقول له does he live in a block of flats or somewhere else، هو بيعيش فين؟ بيعيش في عمارة سكنية ولا في مكان تاني؟ براحتك، لو انت عاوز تختار تقول ان هو بيعيش في عمارة سكنية بتقول كده what he lives in a block of flats. طيب ممكن اشيل a block of flats ديت كلها a block of flats واحط مكانها كلمة ايه house. اه يبقى انت قدامك طريقتين للإجابة، يا ما تقول لي he lives in a block of flats أو he lives in a house. هنحل بقى دلوقتي الـ general exercises، التمرين العام على الدرس الأول والتاني، والكلام ده موجود معانا في page 26 26. هاتوا يلا كده بسرعة الصفحة ديت عشان نبدأ نحل السؤال الأولاني معانا اللي هو سؤال الديالوج. ولكن عاوز بس أفكرك بحاجة مهمة جدا جدا، وهو إن أنت ما تنساش تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس. ولو محتاج حل بقى الدروس أو شرح من الدروس الأخرى انزل في أول تعليق هتلاقيني سايب لك اللينكات بتاع قوائم التشغيل اللي توصلك للحاجة اللي أنت محتاجها إن شاء الله. ولو عاوز تشتغل معايا اونلاين ان شاء الله، الناس اللي عاوزه تحجز معايا اونلاين فانا تقدر تتواصل معايا على الرقم اللي هكتبه لك ده على الواتساب، او تتصل وان شاء الله هحجز او هتحجز معايا 010 12 900 120. تمام، ده لو انت عاوز تحجز معايا اونلاين. طيب هنا بيقول لي ساره از اسكين هدى اباوت هير ديلي روتين، يعني ساره بتسال هنا هدى عن الروتين اليوم بتاعها، فبتقول لها هنا ايه ساره do you have a daily routine هدى، يعني عندك روتين يومي كده وعمل متكرر تعمليه كل يوم؟ هتقول لها هنا yes I do، لان بعد كده بتسالها بقى عن الروتين بتاعها، يبقى هنا الاجابه تبقى yes I do. وبعد كده بتقول لها هنا السؤال بقى قالت لها I get up at 6:30 in the morning، انا بصحى الساعه 6:30 في الصباح، يبقى تقول لها متى تستيقظين؟ قلنا متى يبقى يا اما تسال ب when يا اما تسال ب what time، يبقى when do you get up. واحفظ يا اولاد السؤال ده، لان على فكره المحاسبه بتاع ان واحد بيسال واحد عن الروتين اليومي بتاعه ده دي بتيجي كتير قوي في امتحانات نص السنه. طيب قالت لها بعد كده كان يو بريبير يور بريكفاست، بتقدري تجهزي وتعدي الفطار بتاعك؟ هتقول لها اه او لا. فخلينا ننزل تحت كده، بتقول لها ماي مام اولويز بريبيرز ات فور مي، امي دايما بتجهزه ليا، يبقى معنى كده الاجابه هتبقى بايه بنو، يبقى نو احول يو الى اي واستخدم كان منفيه عشان نو يبقى نو اي كانت، لا ما بعرفش. هتسالها بقى هنا على الشخص اللي بيعمل لها الفطار، يبقى تقول لها ايه بقى هو، طالما بسال عن شخص عاقل يبقى بسال بايه هو. شوف بقى هتعمل ايه بقى، هتشيل العاقل من الايه الاجابه اللي هو ماي مام ده هشيلها خالص، وبتنقل الحاجه بقى اللي بعد مين اللي بعد العاقل فوق في السؤال بعد هو. تعالى كده نجرب كده نعمل ايه، هو اولويز بري prepares، يبقى who always prepares it for، ما تقولش بقى مي بقى، وجه لها هي الكلام، يبقى for ايه for you، يبقى مين اللي دايما بيعمله لك. how do you go to school every day، كم مره بتذهبي فيها المدرسه، او سوري هنا مش كم مره، هنا كيف تذهبي الى المدرسه كل يوم، بتروحي المدرسه كل يوم ازاي؟ يبقى تقول لها I go to school، واستخدم بقى باي والوسيله، باي باص باي كار اون فوت، براحتك يعني.
السؤال اللي معنا بعد كده سؤال القطع نقرأها ونشوف الأسئلة اللي عليها. هنا بقول I am Mona. أنا Mona. My daily routine is the same every school day. هو الروتين اليوم بتاعي أو العمل المتكرر بتاعي ده هو نفس العمل المتكرر بتاعي بتاع كل يوم دراسي. وديلي عارفين طبعا ان هي زيها زي every day ومعناها يومي. I always get up early at 6:30 in the morning. يعني دايما بصحى الساعة 6:30 في الصباح. My mom also gets up early and makes my breakfast. أم أيضا بتستيقظ بدري وبتجهز لي الفطار. We always have breakfast together. يعني دايما بنتناول الفطار مع بعض. I go to school by bus with my friend مها. بذهب المدرسة بالأتوبيس مع صديقتي مها. I like music. بتحب الموسيقى very much جدا. And we sometimes listen to it. وأحيانا بنستمع إليها. يبقى إليها ده عايد على مين؟ يبقى إت هنا عايد على الميوزك. My parents work at the hospital. والد والدتي بيشتغلوا في المستشفى. Their work is very hard. شغلهم شاق ومتعب جدا. And they get home late. وبيوصلوا للبيت متأخر. So I often help to make dinner in the evening. لذلك أنا بساعد في تجهيز العشاء في المساء. I do my homework and read my books on the sofa. يبقى بعمل واجبي وبقرأ كتب على الأريكة أو الكنبة. I watch TV and text my friend. بشاهد التلفاز وبراسل صديقتي. Then I go to bed at 10 o'clock. وبعد كده بروح للسرير الساعة 10 بالظبط. شايف انت القطعة دي كده انت ممكن تكتبها paragraph عن your daily routine. لو جي في الامتحان كده قال لك اكتب عن روتين اليوم بتاعك اكتب حاجة زي دي كده بالظبط. تعال كده بقى نشوف الأسئلة اللي على القطعة. أول حاجة كده بقول لي the underlined pronoun it refers to الضمير المشدود تحت خط اللي هو it بيشير إلى. بيشير لإيه؟ قلنا بيشير للموسيقى. Music. منى gets up at منى بتصحى امتى؟ هي قالت اهوت بصحى 6:30 الساعة 6:30. لكن هنا بقى بيقول لي ايه؟ the underlined word daily means هنا الكلمة المشدودة تحت خط اللي هي daily بتعني ايه؟ قلنا يومي يبقى everyday. What is the main idea of the passage؟ ايه الفكرة العامة بتاعة القطعة؟ طبعا القطعة دي بتتكلم على مين؟ على منى. يبقى هنقول منز daily routine يعني الروتين اليوم بتاع منى. لما يكون ذكر اسم حد اصلا في اول القطعه يبقى في الغالب كده بتقوم حاطط اسمه كده وتحط له ابيسر في اسم الملكيه وتحط بقى اسم بعده يعني هوايه منى مثلا عائله منى الروتين اليوم بتاع منى وهكذا. ولكن احنا هنا مش بنتكلم على عائلتها احنا بنتكلم على الروتين بتاعها. يبقى منز روتين على طول او منز daily routine. بعد كده بيقول لي how does Mona go to school؟ ازاي منى بتذهب للمدرسة؟ لما ترجع للقطعة هتلاقي ان هي قالت ان هي بتروح للمدرسة ازاي؟ اه باي باص. يبقى انا ممكن اجاوب بس يا اولاد باي باص وخلاص. عاوز تجاوب اجابة كاملة يبقى انت هتقول لي she goes to school by bus. طب بياخد رأيي كده بيقول لي do you think that Mona enjoys her daily routine؟ هل تعتقد ان منى بتستمتع بالروتين اليوم بتاعها؟ اه طبعا. يبقى هنقول هنا ايه؟ Yes, I do. نشوف كده باقي الأسئلة اللي معنا. آخر صفحة بقى معنا في فيديو النهاردة هي page 27-27 وتعالى كده الله نشوف سؤال اللي تشوز وأول نقطة معنا فيها بيقول هنا On Saturday في يوم السبت I usually time with my cousins. عاوز اقول ان انا بقضي وقت مع اولاد عمي ويقضي وقت يعني spend. Last week الاسبوع اللي فات I had a run with Dr. مجدي يعقوب. يبقى الاسبوع اللي فات انا عملت ايه مع الدكتور مجدي يعقوب؟ عملت معاه مقابلة شخصية. كنت بسأله شوية اسئلة والمقابلة الشخصية هي interview. My friends every evening is one of my interests. يبقى بقول لي هنا مراسلة. عاوز اقول كده مراسلة اللي هي texting. مراسلة أصدقائي كل مساء دي حاجة من اهتماماتي. What do you do to وبعد كده fun. الفعل اللي بيجي مع fun بمعنى يستمتع ويمرح هو الفعل have. To have fun I play chess. بتعمل ايه عشان تمرح؟ بلعب شطرنج. Egypt is the most important in Africa. مصر ديت ايه مهم في قارة افريقيا؟ هي دولة مهمة ودولة يعني country. I prefer sitting on the. بفضل الجلوس على ايه؟ It's more comfortable than the chair. أكثر راحة كده من الكرسي يبقى يقصد بيها السوفا هنا الكنبة. At A we have our sandwiches. ودي هنا silent sandwiches and play in the playground. وبنلعب في الملعب.
يبقى في الفسحه بنتناول السندوتشات وبنلعب في الفسحه في الملعب. والفسحه يعني ايه؟ يعني بريك. They usually هم عاده their homework in the evening. يبقى ايه الحاجه او الفعل اللي بيجي مع كلمه homework؟ الفعل اللي بيجي معاها هو الفيرب دو. طيب ليه مش داز يا مستر؟ هقول لك عشان they بيجي معاها الفعل في المصدر، لكن لو كان بادئ بهي او شي كنا استخدمنا ايه؟ داز. People usually work on Fridays. يعني بقول لك الناس عاده يعملوا في ايام الجمعه. تفتكر هم الناس اصلا بتشتغل عاده في يوم الجمعه؟ لا، يبقى هو عاوز ينفي الجمله. وpeople اسم جمع يبقى انفي هنا don't usually work. واحد اقول انت ما people تاخد aren't عادي، اقول لك ما aren't يجيش معاه فعل في المصدر. aren't يجي معاه فعل مضاف له ing. What do شريفة and her dad؟ وبعد كده in the evenings. لو خدت بالك هنا السؤال في ايه؟ do. قلت لك السؤال اللي فيه do او does او حتى كمان did بيجي معاه المصدر، والمصدر هنا يكون مين؟ دو. فمعنى السؤال ماذا تفعل شريفة ووالدها في كل مساء. نيجي بعد كده للسؤال بتاع التصويب، وهنا بيقول لي it never. it يا شطار مع هي وشو it، والمفرد بيجي معاه الفعل في ايه؟ s في المضارع البسيط، يبقى خليها هنا ايه؟ rains. يبقى it never rains in summer، ما بتمطرش ابدا في فصل الصيف. وهنا بيقول لي you like to study. طبعا you ما بيجيش مع does، ده سؤال سهل جدا، ده بتيجي معاها do. do you like to study؟ تحب تذاكر. وهنا بقول لي where often. لا خالص، ده ما اسمهاش where often خالص، هي اسمها ايه؟ how often. وقلت قبل كده ان تي بي ممكن انطقها عادي واقولها often، الاثنين صح. how often do you play tennis؟ كم مره بتلعب فيها تنس. she ظرف التكرار لو زي always ويوجوالي والكلام ده، هو بيجي فعلا قبل الفعل الاساسي، وهنا فعلا جابه قبل الفعل الاساسي، بس الفكره ان go هنا ما تجيش مع she، لان هي وشي وقت بيجي مع الفعل المضاف له ايه؟ s او yes او is. يبقى الصح ان احنا نخليها always وحط الفعل go es، تبقى always goes to work by bus. واخر سؤال بقى معانا بيكون سؤال الباراجراف اللي هو بيقول لك what do you usually do on holidays؟ ايه الحاجه اللي انت دايما بتعملها في او عاده بتعملها في الاجازات؟ وده موجود في اخر الكتاب. وكده بكون وصلت معاك لنهايه فيديو النهارده، حليت معاك كل الاسئله الموجوده في الدرس الاول والثاني من كتاب المعاصر نسخه 2025. ما تنساش بقى تفاعلك مع الفيديو بلايك والتعليق والاشتراك المجاني في قناتنا، وتفعل زر الجرس لو اول مره تشاهدنا، وشير كده لقناتنا واسم قناتنا كده على الفيسبوك وعلى الواتساب، وتوصلها لاكبر عدد من الطلبه عشان ان شاء الله تشجعونا لتقديم المزيد لكم. وما تنسوش اللي عاوز يشتغل معايا اونلاين باذن الله يتواصل معايا على الرقم اللي انا كتبته في السابق اهوت، هكتبه تاني يا اولاد برضه عشان اللي عاوز ينقله، اللي هو 010 12 900 120. ده لو انت عاوز تشتغل معايا اونلاين هتحجز وتبعت لي رساله وتحجز، وان شاء الله هضيفك للجروب. اشوفكم دايما على خير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.